السلام عليكم. تمضي حركة الزمن أو لا تمضي؟ يتحدث التاريخ اليمني الحديث أو يصمت؟ تسقط أوراق التقويم أو تظل مثبتة على الجدار؟ سيظل تاريخ 28 من ديسمبر من كل عام شاهداً على أبشع جريمة اغتيال علنية داخل محفل سياسي واسع، حينما وجه القاتل مسدسه إلى قلب أصغى جيداً لمعزوفة النشيد الخالد، وسيبقى نبض قلبي يمنياً قبل أن تغتال الرصاصة هذا النبض والصوت السياسي الذي لما شتات السياسة والمشروع الوطني بعد التعثر والتشظي والانقسام، عندما تم الانقلاب على مشروع الوحدة في حرب الصيف، وأصبح من صعوبة تخليق كيان يمني جامع داخل دولة الوحدة عمل شهيد ومعه عدد من السياسيين على تخليق الكيان اليمني الجامع خارج السلطة، معارضا لأداء السلطة ومعززا خيار الدولة فيما عرف حينها باللقاء المشترك. اغتيال جار الله عمر امتداد لموجة الاغتيالات السياسية في اليمن، واغتيال للسمات والقيم التي تفرد بها الشهيد، من بينها الذكاء الوطني وخبرته السياسية المتخلقة من ثورتين ووحدة، وكذلك خطابه الأخير كوصية خالدة للمشروع الوطني المدني ورؤيته الشاملة في كتاب وطن أو لا وطن. مشاهدينا الكرام، سنحاول في المساء اليمني أن نتتبع جار الله عمر كمشروع من خلال الآتي: هندسة الكتلة السياسية التاريخية في اليمن، ميلاد المشروع السياسي للمعارضة بعد الشتات، غياب جار الله عمر والفراغ السياسي الذي خلفه اغتياله، ورؤيته في كتاب وطن أو لا وطن. دعونا بداية نذهب لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود لبدء النقاش. إسراع في إصدار قانون ينظم حيازة وحمل السلاح. هنا في هذا المكان وبعد هذه الكلمات كان الرصاص يتجه نحو صدر هذا الرجل الذي لم يحمل في صدره إلا كلمة الحرية والشعب والحرية ونزع السلاح كما جاء في كلمته الأخيرة. كان خطابه الأخير بمثابة وصية تضمنت رؤية لمشروع دولة مدنية تمتلك فيها الدولة حق احتكار السلاح، إلا أن قتلته كانوا يدركون جيداً حجم الرجل وخطره على أصحاب المشاريع الخاصة والنفوذ في البلاد، فنزع السلاح لا يزال عقدة الحل لكل مشاكل اليمنيين. تقول المرويات إن كلمات الحرية تقتات قلب أصحابها، كما هو حال قلب جار الله عمر الذي هتف بعبارته الخالدة وطن أو لا وطن، عندما كان يدرك أن الوطن الكبير الذي تشكل في 22 من مايو بدأ يتسرب من بين أصابع اليمنيين وتحول إلى لا وطن. في بلد مثل اليمن شهدت الجريمة السياسية حضورا لافتا، من بينها الاغتيالات السياسية التي كانت تتم أغلبها في ظروف غامضة، إلا فيما يتعلق باغتيال جار الله عمر، فقد تم على مرأى ومسمع من العالم وأمام عدسات الكاميرات وفي مؤتمر سياسي واسع كان ضمن مشروع سياسي هندسه وعرف فيما بعد باللقاء المشترك. لفظ جار الله عمر أنفسه ودفع حياته ثمناً لكتلة سياسية تحولت إلى معارضة لمت شتاتها وانقسامها وأفرزت حراكاً شعبياً واسعاً في الجنوب والشمال، تحولاً بدأ بالحراك الجنوبي وتكلل بالثورة الشبابية الشعبية. يدفع اليمنيون اليوم ضريبة تخاذل القوى السياسية عن تشكيل امتداد مشروع جار الله، كما يدفعون ثمن عدم كشف حقيقة القاتل ومحاكمته علناً، تماماً كما حصلت الحادثة علناً وأمام شاشات التلفزة. لا يزال قتلة الشهيد جار الله عمر يمارسون ذات المهنة القاتلة والمدمرة في حق شعب آمن بالحرية وتاق للخلاص. مشاهدينا الكرام، نناقش هذه الحلقة مع ضيفي عبر سكايب الأستاذ مجيب الحميدي الكاتب والباحث من الرباط، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ مجيب. أهلا وسهلا. أهلا بك معنا في المساء اليمني، ولو بدأنا بالحديث معك في ذكرى استشهاد جار الله عمر، ما الذي يمثل هذا الرجل للسياسة وللمشروع الوطني في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم أولا على هذه الاستضافة. الشهيد جار الله عمر ساهم بتأسيس أول كتلة تاريخية في الوطن العربي تحت سقف مشروع وطني واحد يتجاوز جميع التناقضات الإيديولوجية ولا يلغيها. يعني صناعة مثل هذه الكتلة يعني من الضرورة بمكان، يعني كما لأنها جاءت أساسا حصاد بعدما نتيجة حروب أهلية مريرة
وبعد أن أدركت كل الأطراف السياسية أنه لا يمكن أن نبني وطن، أو لا يمكن أن ينجح مشروع التغيير، لا يمكن أن نحصل على وطن يتمتع بالديمقراطية والحرية والحكم الرشيد إلا إذا صبت جميع الجهود الوطنية في كتلة وطنية واحدة تلتقي فيها جهود جميع الأطراف حول ثقافة المشترك الوطني من أجل بناء مشروع الدولة. يعني في ظل التناقضات الإيديولوجية والصراع الإيديولوجي لا يمكن أن نصل إلى طريق، وبدون غياب المشترك الوطني لا يمكن أن نصل إلى طريق. بدون الكتلة التاريخية سنغرق يعني في حروب أهلية داخلية استنزافية مريرة، ويعني لن نصل إلى شيء. إذن الشهيد جلال عمر اشتهم في تأسيس هذه أول كتلة تاريخية في الوطن العربي لمشروع التغيير، ولهذا كان القضاء عليه هو محاولة للقضاء على هذه الثمرة. نعم أستاذ مجيب، يعني ماذا عن زمان ومكان الاغتيال؟ ما الذي يمثله أو ما الذي يحمله من رسالة؟ طبعا استخدام متطرف من تم توجيهه من قبل الأجهزة الأمنية لمثل هذه العملية في مثل هذا المكان كان يهدف بطبيعة الحال إلى إثارة الفتنة بين أكبر تيارات الكتلة الوطنية في اليمن التي تمثل اليسار والإسلاميين. يعني استهدافه في هذا المكان كان يحاول أن إعادة الصراع الإيديولوجي الصراع الدموي الذي شهدته اليمن بين الكتلة الوطنية الجبهة الوطنية والجبهة الإسلامية قديما، والذي كان هذا اللقاء المشترك بمثابة إعلان لوفاة هذا الصراع وبداية صفحة جديدة نحو المستقبل نحو المشروع الوطني. أدرك النظام السياسي حينها أن تشكل مثل هذا الكتلة أن ولادة اللقاء المشترك هو إعلان وفاة لمشروع النظام العائلي الاستحواذي الأسري، ولهذا حاول إيصال هذه الرسالة بهذه الطريقة. نعم، إذن جلال عمر كما يتفق الجميع هو هندس الكتلة الوطنية التاريخية كما قال والتي تحدث عنها الجابري، برأيك هل دفع حياته ثمنا لتلك الكتلة؟ بالتأكيد، يعني لأنه كان البعض اعتقد النظام أن القضاء على مؤسس هذه الكتلة بهذه الطريقة في هذا المكان سيساهم في الإجهاض على تجربة اللقاء المشترك، ولكن حقيقة الأمر أن القوى السياسية استوعبت الدرس وحافظت على هذه الكتلة التاريخية حتى لجأ النظام إلى التفكير بأساليب أخرى، يعني بعد أن عرف أن عصر الصراع الإيديولوجي ربما لم يعد قابلا للاستهلاك، فبدأ بإثارة حروب داخلية طائفية ذات طابع طائفي، وبدأ باستنباط الصراع الطائفي في اليمن من عام 2004. وهو اليوم بعد أن انقضت عليه الثورة التقط الأصوات التي تنادت بانتهاء الحاجة إلى الكتلة الوطنية، وقام بتوظيف هذه الحروب الطائفية في الانقضاض مرة أخرى على مشروع التغيير. نعم، إذن أستاذ مجيب، يعني ميلاد المشروع السياسي المعارضة حينها بعد الشتات الكبير الذي حصل لها، ماذا كان يمكن أن يمثل ويعني بعد خصوصا بعد نضوج المشروع السياسي أكثر بعد اغتياله؟ هو طبعا دائما تتولد الحاجة الشعبية إلى التغيير، ولكن الشعب دائما لا يستجيب بسهولة لدعوة التغيير إذا لم يجد حامل سياسي لمشروع التغيير. عادة يتخوف الشعب من اقتحام من أي محاولة للتغيير في ظل يعني في مجتمع يعني لديه جميع عوامل الصراع. تشكل كتلة وطنية وضعت الشعب أمام مسؤوليته الوطنية في الالتفاف حول كتلة وطنية ذات مشروع واضح المعالم، قطعت الطريق على النظام الذي كان يستثمر هذا الصراع. بعد ذلك يعني وكان من نتيجة هذه الكتلة النجاح ثورة التغيير، يعني في نجاح ثورة فبراير، يعني ما كان لثورة فبراير أن تنجح لولا وجود نواة لكتلة وطنية كانت قد تشكلت من قبل بفضل جهود الشهيد جلال عمر. نعم، إذا يعني ربما كانت هذه الخلطة التي أنتجتها هذه النواة أستاذ مجيب، يعني لقاء الإسلامي باليساري بالناصري بالليبرالي، هذا لقاء تاريخي يعني في مشروعه السياسي، لما لم يتحول إلى لقاء فكري أساسه دولة وطنية جمهورية؟ هو المشكلة أن كان المفترض أن اللقاء المشترك يعني يحمل مشروع واضح حول ثقافة المشترك الوطني، يحدد ما هي الأساسيات التي لا يجب أن تختلف عليها الكتل السياسية. وهذا المشترك كان في صدد وصل إلى الذروة في بتشكل المجلس الوطني للثورة،
ولكن للأسف يعني بعد تشكيل حكومة الوفاق اعتقدت بعض الأطراف هنا كانت النكسة، اعتقدت بعض الأطراف أن الحاجة إلى الكتلة المشتركة وإلى الكتلة الوطنية قد انتهت، وبدأت تفكر بالصراع على دخلت في صراع على المحاصصات، ومن هنا كانت النهاية. يعني النظام الذي كان يتهاوى بفعل ثورة فبراير التقط هذه الدعوات التي تقول أن الحاجة إلى الكتلة الوطنية قد انتهت، وبدأ يفكر بالانقضاض وزراعة التباينات من جديد، واستفاد من هذه الحالة واستطاع أن ينقض من خلال مستخدما بعض الأطراف الفتنة التي كان قد صنعها من خلال في الحروب السابقة. نعم أستاذ مجيب، يعني هناك من يقول أن اغتيال جهر الله عمر هو امتداد لموجة من الاغتيالات السياسية التي حدثت أو شهدتها البلاد خاصة بعد حرب 94، يعني هل تتفق مع هذه الفكرة أن يعني هذه الامتدادات من الاغتيالات السياسية ربما توجه اغتيال جهر الله عمر في لحظة حساسة كان يعني يتحدث فيها لأجل بناء يعني كتلة وطنية جديدة؟ اعتقد ان الاغتيال جهر الله عمر كان يحمل طابع خاص يعني ورساله خاصه، وكان وليد ظروف مرحله جديده، كان وليد مرحله جديده تاسست فيها الكتله اللقاء المشترك، وكانت هذا التاسيس بمثابه اعلان لنهايه مشروع الاستحواذ على السلطه، وبالتالي يعني كان الهدف يختلف اعتقد عن الاهداف السابقه. نعم كان الهدف يعني كان النظام هنا كان يعتقد انه سيعمل على وعد تشكل مشروع جديد بدا يتشكل، ويعني وكان يظن ان اغتيال الشهيد سيكون اغتيال لمشروعه، ولكن حقيقه استوعبت الاطراف السياسيه في تلك الفتره الرساله، ويعني يعني استمرت حتى نجاح ثوره 2011. نعم إذا اسمح لنا أستاذ مجيب أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ علي السراري عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي. مساء الخير أستاذ علي. مساء النور. اهلا بك معنا في المساء اليمني استاذ علي، لو بدانا بالحديث معك عن معرفه حقيقه او الحقيقه في اغتيال جهر الله عمر بناء على قاعده اذا اردت ان تعرف من القاتل فابحث عن المستفيد من عمليه القتل، فمن هو المستفيد برايك من اغتيال جهر الله عمر؟ بالنسبه لي معرفه من هو قاتل جهر الله عمر ليست عمليه صعبه ومعقده، بل هي سهلة جدا، لأن جار الله عمر شخصيا أخبرني قبل اغتياله بأسبوع واحد بأن علي عبد الله صالح اتخذ قرارا باغتياله، وسألته هل سينصبون لك كمينا في الطريق؟ قال لا، ولكنهم سيغتالوني في فعالية سياسية. يعني كان على علم تقريبا بالذي سيحدث له بهذا الشكل، هل وصل يعني هل اخبرك بتفاصيل معرفته؟ الواقع انا استوحشت من الحديث في هذا الموضوع. نعم. لانه كان يتكلم بثقه ويعني وكانه يعرف تماما، بل وحتى يعرف اسم القاتل الذي سيكلف بهذه العمليه. وجار الله عمر في ايامه الاخيره تحدث مع كثيرين وبلغته أخبار من مجالس علي عبد الله صالح بأنه فعلا قد اتخذ قرار باغتياله، وجار الله عمر كان يتمتع بشجاعة نادرة، لم يخف، كان المقابل لأن يحفظ حياته من هذا الاغتيال هو أن يتخلى عن فكرة اللقاء المشترك. نعم إذا أستاذ علي، يعني لما لم تتخذوا أي تدابير وقد أخبركم بمخاوفه أو بمعلومات ربما لديه؟ يعني ألم يفترض أن يكون لديه حراسة أشد، متابعة لتفاصيل ما تم الحديث عنه؟ هو أي حراسة مهما كانت حتى ولو كانت الحراسة كبيرة لا أظن بأنها كانت ستفيد في إنقاذ حياته من الاغتيال. وذات مرة علي عبد الله صالح أخبر جار الله وقال له سنقتلك وماذا ستفعل حراستك؟ رد عليه جار الله قال له أنا لا أخذ حراسة لكي يحموني، ولكن ليكونوا شهودا على من يغتالني. وأنا أعتقد أنه الشهود على اغتيال جار الله عمر كانوا أناس بالآلاف، وفي اليوم
الذي اغتيل جار الله عمر كانت عدسات التلفزيون يعني قنوات عديدة داخل اليمن وخارجها تتابع المشهد، وكان هناك محطة بث مباشر كانت تنقل الصورة مباشرة لعلي عبد الله صالح الذي كان يتواجد في تلك اللحظة في الحديدة. نعم، إذن أستاذ علي، يعني ربما هذه كلمات هي للتاريخ، ليعلم اليمنيون إلى أي مستوى كان يحكمون هذا الشخص، ولكن الحديث الآن كيف يمكن إحياء جار الله عمر، وكيف يمكن أن تظل ذكراه باقية، خاصة وأنه ربما تحقق جزء كبير من الحلم الذي أو من الفكرة الوطنية التي كانت في باله بتحقيق اللقاء الوطني اللقاء المشترك. الواقع أن جار الله عمر الفكرة لم يقتل لم يغتال، بل هو حي ويزداد حيوية وشبابا كل يوم. هذه الفكرة هي فكرة اليمن الجديد الذي المتعايش الذي ينعم بالمواطنة المتساوية وينعم بالازدهار الاقتصادي والمادي. هذه الفكرة أعتقد الآن أنصارها كثر في اليمن، حتى وإن كنا في أتون حرب مدمرة، لكنني أظن أن هذه الحرب هي الحرب الأخيرة لقوى التخلف ولقوى يعني القوى التي حكمت اليمن بالعصبية وبال يعني بالفساد وبالاغتيالات وبالحروب الداخلية. جار الله عمر كان يناهض هذا المشروع، وكان يطرح مشروع التطور السلمي الديمقراطي، ويدعو المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته لكي يعمل من أجل تشييد دولة قانون تحقق المساواة بين المواطنين وتزيل كل أنواع التمايز التي فرضتها الأنظمة السابقة التي أقامت حكما عصبويا يخضع جزء من البلاد ويمتص ثرواته لكي تتمتع فئة محدودة بهذه الثروات. المشروع الذي حمله جار الله عمر هو مشروع المساواة ومشروع التوزيع العادل للثروة وصياغة الدولة الوطنية بما يجعلها دولة شراكة بين مختلف المواطنين وبين مختلف المناطق في هذا البلد. نعم أستاذ علي، يعني ماذا عن الكتلة التاريخية التي ناضل من أجلها جار الله عمر؟ طبعا الكتلة التاريخية هي تتشكل من مجموع القوى والفئات التي لها مصلحة بالتقدم والتي لها مصلحة بالديمقراطية وبسيادة القانون. وأظن أن الآن حصل فرزا حقيقيا بين القوى التي تجد مصلحتها في الاستئثار بالثروة والسلطة وفرض حالة من الفوضى داخل البلد تستطيع من خلال هذه الفوضى أن تفتت المجتمع وأن تسحق كل أشكال المقاومة، وبالتالي أن تصادر الثروة لصالحها. الكتلة التاريخية هي تحتاج إلى قدر من الوعي السياسي لدى طلائعها، لدى النخب التي تحمل مشروع التقدم، وعليها أن تتحرك باتجاه إيجاد اصطفاف عريض لهذه القوى يقوم بتنفيذ برنامج بناء دولة جديدة يستفيد منها مختلف شرائح وفئات المجتمع اليمني. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ مجيب. أستاذ مجيب، يعني سمعت لحديث الأستاذ علي الصراري وهو يتحدث عن اغتيال جار الله عمر، وأنه لم يتم اغتيال الفكرة التي نادى بها جار الله عمر، وتحدث عن أن يعني ربما الآن نحن بحاجة إلى قدر من الوعي السياسي لدى طلائع النخب، وعليها أن تتحرك لتنفيذ برنامج دولة تعي أو تستوعب الجميع. ما رأيك؟ نعم، يعني
اليوم ازدادت المراهنة التي راهن عليها الشهيد جلال الله عمر في خطابه الأخير عندما قال أنه يراهن على الحركة السياسية الوطنية المتوحدة في مواجهة الطغيان الاستبداد والفساد. اليوم نحن نشاهد في الوطن العربي مثلا موجة الثورات المضادة، نجد أن هذه الثورات اعتمدت على تفكيك هذه الكتلة وتوسيع الخلافات بين التيارات في وتفكيك قاعدة القاعدة تفكيك القاعدة الوطنية لمشروع التغيير للانقباض على مشروع التغيير. ونلاحظ مثلا هذا الأمر واضح في مثلا في مصر مثلا كيف تم الانقباض على مشروع التغيير عندما نجحت الثورة المضادة في تفكيك الحركة السياسية الوطنية المتوحدة في مواجهة الفساد والاستبداد. ونلاحظ كيف أن تماسك مثلا مثل هذه الكتلة الوطنية إلى حد كبير في تونس يعني استطاع أن يحافظ على الحد الأدنى من مشروع التحول الديمقراطي. وفي هذا تتأكد مراهنة الشهيد جلال الله عمر على أهمية الحركة السياسية الوطنية المتوحدة حول ثقافة المشترك الوطني من أجل النضال من أجل الديمقراطية والحكم الرشيد والحرية. نعم، إذا الأستاذ مجيب كيف تعلق على حديث أيضا الأستاذ علي وهو يتحدث عن كيف أن الشهيد تواصل به قبل أسبوع تقريبا وأخبره بأن علي عبد الصالح يريد أن يصفيه وسيكون هذا الأمر في احتفال أو في مكان عام، يعني تصفية الرجل بشكل شخصي ومباشر ومتابع كما تحدث الأستاذ علي أنه كان هناك نقل مباشر للمخلوع وهو في الحديدة؟ نعم، هذا يضيف معطى معلوماتي جديد، لأننا كنا عندما نتحدث عن توظيف الأجهزة الأمنية لشخص متطرف يعني في مثل هذا الاغتيال نتحدث في الغالب على ضوء معطيات تحليلية من المستفيد ويعني ومن هذا القبيل، ولكن هذا معطى غير تحليلي، هذا معطى معلوماتي جديد يؤكد المعطيات التحليلية التي كنا لدينا قناعة سابقة بها والجميع مقتنع بها. من هو المسؤول عن العملية؟ الجميع مقتنع بناء على معطيات تحليلية، ولكن هذا مثل هذا المعطى الجديد الذي أضافه الأستاذ علي السراري هو معطى معلوماتي يعزز المعطى التحليلي. نعم، إذا توظيف التطرف لضرب المشاريع السياسية الوطنية ربما كان هذا مشروع مبكر ل يعني النظام الذي يدعو للتطرف نظام علي عبد الله صالح السابق. طبعا توظيف نظام علي صالح للمتطرفين واضح ولو اكثر من مظهر ولو اكثر من شكل ولو اكثر من هدف وما زال مستمر حتى اللحظه، سواء من خلال توظيف الحركه الحوثيه او من توظيف حركه داعش او اعضاء داعش في عمليه الاغتيالات، هذه المساله ما زالت مستمره حتى اللحظه. نعم، إذا أستاذ مجيب أنت وسادة المشاهدين نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود للحديث عن هذا المشروع الوطني. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ مجيب. أستاذ مجيب، يعني هناك من يطرح أن المشروع كان ربما يحتاج إلى خطوات تالية للخطوة التي قام بها أستاذ الشهيد جار الله عمر، ولكن تم اغتيال تلك الخطوات باغتيال هذه الشخصية، لذلك ربما لم يظهر المشروع بالنضوج الذي كان يفترض أن يكون عليه، ما رأيك؟ لا أعتقد أن المشروع سقط بشهادة الشهيد، المشروع ما يزال حي، المشروع سقط بعوامل أخرى، يعني المشروع في حقيقة الأمر المشروع نجح وأسقط النظام. نجح وتماسك حتى شاهد يعني تطور من اللقاء المشترك الى اللقاء المشترك وشركائه الى الكتله الوطنيه من اجل التغيير، وبعد ذلك الاتفاق الجماهير والتكتلات الشبابيه والمدنيه حول هذا المشروع في ثوره الجزائر والمساهمه في اسقاط النظام، هذا نجاح كبير كبير جدا. نعم، ولكن المشروع تعثر وذلك امر واضح استاذ مجيب، خاصه بعد ثوره الشباب. يعني ما حدث بعد ذلك كانت يعني نتيجه ثانيه، يعني كان الحدث في ثورة الجزائر حدث كبير جدا لم تستوعبه القوى الوطنية السياسية، يعني والمشروع أدى وظيفته في إسقاط النظام، ولكن بعد ذلك يعني للأسف يعني بعد ذلك حدث ترافع. نعم، ولكن أستاذ مجيب يعني لا أستطيع أن أوصف بهذا الشكل، ولكن هو سقط أيضا مع سقوط النظام، أين هو الآن؟ يعني ربما الوطن الآن بحاجة إلى أي مشروع وطني جاد. لنكون موضوعيين، اعتقد ان كانت الاشكاليه يعني بالنسبه لتفكك الكتله الوطنيه كان بدات مع الحوار الوطني، مشروع الحوار الوطني الكبير ومشروع
يعني الاختلاف حول قضية تقسيم الدولة الاتحادية إلى أقاليم أو إقليمين ومن هذا القبيل. من هنا بدأت غاب المشروع الوطني الموحد. نعم. وبدأ التفكك وتربى واستفادت القوى المترددة في التغيير من هذا التفكك. المشكلة بدأت هنا، يعني غابت، يعني للأسف القوى السياسية فشلت بعد ثورة فبراير، لم تستطع، كان لديها مشروع وطني للتغيير. لماذا أستاذ مجيب، يعني ما هو تحليلك لهذا الأمر؟ أين مكان من الخلل الذي يجعل مشروع وطني بهذه الكيفية وبهذه القوة وبهذا التأسيس، يعني الجميل ربما والنوى التي وضعها شخص كجار الله عمر، أن يذهب أو أن يتعثر بهذا الشكل؟ يعني نعم، يعني لم يتلب يعني ثقافة اللقاء المشترك بتاجات وفقا للحاجة الموضوعية، ولكن يعني اعتقد البعض أن هذه الحاجة للأسف، يعني عندما تولدت الحاجة اختلفت الشعور بالحاجات اللي بعد ثورة فبراير، تولدت حاجات جديدة عند بعض الأطراف والقوى السياسية، واعتقد البعض أنه الكتلة أننا يجب أن نتجاوز اللقاء المشترك إلى لقاءات أخرى ولتكتلات أخرى، وكان هذا أمر صعب للغاية. من الصعب توليد حاجة، يعني اللقاء المشترك كان نتاج لتكتل تيارات يسارية وإسلامية وقومية لها تاريخ عريق، من الصعب استبدالها بتكتلات آنية وليدة للحظة في مرحلة حاسمة ومرحلة تتفكك فيها الدولة. كان هذا أمر، يعني كانت هناك خطوات غير محسوبة في هذا الأمر. أيضا كما قلت لك، يعني الخلاف حول شكل الدولة هو كان قاسمة الظهر، يعني نعم. حتى لنكون واقعيين، الخلاف حول شكل الدولة الاتحادي كان يعني هو قاسمة الظهر لهذا المشروع. للأسف القوى السياسية لم تبلور رؤية متحدة لمشكلة شكل الدولة الاتحادية. يعني كان هناك توافق في إطار اللقاء المشترك على مشروع، ولكن بعض أطراف اللقاء المشترك تخلت عن هذا المشروع. هنا المشكلة، هنا القاسمة الأساسية الذي ما قسم ظهر اللقاء المشترك أعتقد، وما قسم ظهر الكتلة الوطنية، هو رؤيتها لشكل الدولة، عدم بلورة رؤية موحدة لشكل الدولة. كان هناك اتفاق على الديمقراطية، اتفاق على الحكم الرشيد، اتفاق على جميع الأشياء باستثناء مسألة شكل الدولة. يعني هذه كانت مسألة، يعني كانت الدرس الذي يجب أن تستفيد القوى السياسية الآن بعد أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، هو ضرورة الاتفاق على مشروع الدولة الاتحادية التي تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني، على اعتبار أنه لم يعد المجال يسمح بأي مناورات أخرى خارج ما تم الاتفاق عليه. نعم. إذا أستاذ مجيب، يعني ماذا لو تحدثنا عن ثنائية جار الله عمر ومحمد قحطان، الأول تعرض للاغتيال والآخر تعرض أو مخفي قسرا، يعني كيف يمكن أن نفسر مثلها، يعني هذه الثنائية أحدها غائب بالاغتيال والآخر بالاختفاء؟ نعم، يعني يبدو أن النظام أدرك أيضا أن كان دور محمد قحطان، وكان بالفعل كان محمد قحطان هو رفيق درب جار الله عمر، وكانوا يمثلان في ثنائية رائعة، ويمثلان يعني للتيارين الأساسيين الرئيسيين أو القويين في اللقاء المشترك والرئيسيين، التيار اليساري والتيار الإسلامي. هذه الثنائية ليست يعني كانت يعني عماد المشروع الوطني، وأعتقد النظام يعني أعتقد النظام القديم كان يدرك أهمية بقاء محمد قحطان في مرحلة الجديدة التي يخطط فيها للانقضاض على مشروع الدولة، وبالتالي حاول تغييبه بهذه الطريقة. إذا أستاذ مجيب، ينضم معنا عبر الهاتف الناشط السياسي عبد العزيز الماطري من القاهرة. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور. أهلا بك معنا أستاذ عبد العزيز. برأيك ما هي أهمية استلهام شخصية وطنية كجار الله عمر في مثل هذا التوقيت؟ مساء الخير. أكيد أن استلهام شخصية عظيمة كالرمز الوطني جار الله عمر يمثل أهمية بالغة التأثير بما حمل من مشروع وطني، بما مثله الشهيد جار الله عمر من مشروع يمشي على قدمين، ويعني بالتالي فإن ارتباطة المشروع الوطني وما تحقق من قيام ثورة الشباب وثورات الربيع العربي كانت تجسيد لهذه الفكرة، فكرة تحقيق التغيير عن طريق الفعل الشعبي. وثورة الشباب هي تمثل تجليات لهذا المشروع الوطني. ما حدث من تعثر كما تحدث عنه الأخوان بحاجة إلى قراءة مطولة في كيفية الأسباب دون التسرع في إصدار الأحكام الجزافية
إلا أن مع ذلك على القوى الوطنية أن تعيد توحدها وفقا للرؤية الذي كانت قد بدأت. نعم، مع هذا التعثر الذي أصابها أستاذ عبد العزيز، يعني كيف ينبغي الحفاظ على مشروع الكتلة الوطنية التاريخية التي هندسها الشهيد ودفع حياته ثمنا لها؟ لا يمكن إحداث أي تغيير إلا بوجود كتلة تاريخية وطنية وازنة. بدون وجود الكتلة التاريخية الوطنية الوازنة لا يمكن لأي مشروع أن يتحقق وأن تتحقق أهدافه. إذن بالتالي إذا نتكلم عن إحداث التغيير يجب أن نتحدث عن وجود الكتلة الوطنية التاريخية الوازنة. هذا الكتلة الوطنية التاريخية لا تبتعد عن حالة الصراع الأيديولوجي الآني إلى تحقيق واستثمار الحراك السياسي والحراك الاجتماعي الذي خلقته الثورة، ومن قبلها حالة الحراك السياسي الذي أوجده اللقاء المشترك. إذن الفكر جار الله عمر هو بحث في أن كيفية تحويل ما كان موجود من هامش ديمقراطي إلى أن نوجد كتلة تاريخية تستطيع ووطنية تستطيع أن تحقق الأهداف التغيير. وجد النظام السياسي القائم آنذاك في أن هذا الفكرة تهدد وجوده، فما كان منه إلا أن تخلص من جار الله عمر. هل يمكن كان يسمح إلى أن هذا بالاغتيال جار الله عمر أنه سوف يقضي على الفكرة المتخلقة؟ الفكرة إذا كانت متخلقة في البداية هي أصبحت واقع موجود، حتى ولو التبت علينا قراءة المشهد الحالي في وجود حالة الحرب ما بعد ثورة الشباب وفي تطلعات النظام السابق في أن يعود ليحكم ويسيطر مجددا. نعم، هل يمكن أستاذ عبد العزيز نعم أيوة. هل يمكن أن تكون مخرجات الحوار الوطني هي الرافع أو الحامل لهذا المشروع من جديد؟ أكيد في أنها، لكن هذا ما الذي سيحقق؟ كيف لنا الوصول إلى تحقيق أو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني؟ الآن ما يجري على الأرض هو محاولة وأد وطمس مخرجات الحوار الوطني، لأن تحقيقها وتنفيذها هو بالأخير تصادم مع القوى الثورة المضادة. الآن حالة الصراع اللي موجودة هي بين مشروعين، مشروع الثورة الوطنية وبين مشروع القوى الثورة المضادة. نعم. إذا كانت حصلت على جزء من الغلبة في آن، فإن بوجود الكتلة التاريخية الذي سعى إليها الشهيد جار الله عمر وموجبات تخلقها من جديد، هذه الفكرة ما زالت موجباتها وأسبابها قائمة حتى الآن. يجب علينا أن نتجاوز حالة الخصام فيما بين القوى المؤمنة بالتغيير إلى إعادة يعني إحياء فكرة القاسم المشترك النضالي والوطني مرة أخرى، لكي نصل إلى تخليق فكرة الكتلة الوطنية الذي بواسطتها نستطيع تحقيق أهداف الثورة. وفي المقدمة منها إذا اختزلنا وقلنا أن المخرجات مشروع مخرجات الحوار الوطني تمثل مشروع وطني، تمثل مشروع وطني يهدف أو يختزل فيه كل أحلام اليمنيين في بناء الدولة العادلة. نعم. إذن لا يمكن لنا أن نصل إلى تحقيق المخرجات الحوار الوطني إلا بوجود كتلة تاريخية تحمي وتنفذ هذه المخرجات. نعم أستاذ عبد العزيز، يعني أنجز جار الله عمر رحمة الله عليه الخطوة التأسيسية للمشروع السياسي الواسع، برأيك ما هي الخطوات التي لم تنجز بعد رحيله؟ بالتأكيد أنه حصل نوع من التعثر وبالذات بعد قيام ثورة الشباب، لكن هذا لا يعني أن انطبست الفكرة أو أن الفكرة قد قتلت أو وئدت أو انتهت. بل كان يفترض، كان ما يجب أن يحدث هو قبل الدخول إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل، كان على القوى الذي كانت تنضوي تحت إطار اللقاء المشترك أن تلتقي مع بعضها وتعيد تصويب الوثائق الذي كانت أو جرتها من قبل، وهو مشروع الإنقاذ الوطني. نعم. الذي أصدرته في 2009. هذا الحدث وبالتالي أوجد نوع من حالة من الاختلاف الرؤى والنظر إلى كثير من مخرجات الحوار وبالذات يعني شكل الدولة وعدد الأكاليم وما إلى ذلك.
إلا أن القوى الثورة المضادة استطاعت أنها يعني تلعب على وتر الخلافة داخل وبدأت توجد حالة من الخصام وتغذيها، وكان الكثير من الأطراف غير مدركة في أن وجود الخصام في داخل القوى المشترك هو يمثل إعادة تصعيد للقوى الثورة المضادة، وأنها سوف تسعى مجددا في أنها تصل إلى الحكم مرة أخرى، وهذا بالفعل هو ما حصل. إذا لابد من إعادة تقييم تجربة اللقاء المشترك باعتبارها مقدمة لتخليد الكتلة التاريخية وصولا إلى بناء الدولة الاتحادية. وإذا نحن بحاجة ماسة إلى إعادة قراءة هذا الفكرة، وأن يكون هناك نوع من المبادرة والمبادئة من قبل كل القوى الذي تؤمن بالتغيير، بأنه لا يمكن لنا أن نصل إلى تحقيق التغيير أو تحقيق وإنجاز البناء الدولة الاتحادية وأيضا كل مخرجات الحوار الوطني إلا بالبدء مجددا في إعادة الحياة إلى فكرة الكتلة الوطنية التاريخية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأستاذ عبد العزيز الماطري الناشط السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. عودة إليك أستاذ مجيب. أستاذ مجيب، يعني تحدث الأستاذ عبد العزيز عن نقاط كثيرة، ربما أهمها أنه يجد أن في مخرجات الحوار الوطني حامل حقيقي ورئيسي لعودة المشروع أو الكتلة الوطنية التاريخية التي هندسها الشهيد جار الله عمر، ما رأيك؟ لا شك أن مشروع مخرجات الحوار الوطني تمثل الآن مشروع نظري، يعني يجب أن تلتف عليه القوى الميدانية. يعني هو من الناحية النظرية تشكل مخرجات الحوار الوطني الآن ملامح لهذا المشروع الوطني، ولكن لا تغني هذا المشروع عن تحالفات ميدانية عملية حقيقية بين القوى السياسية وفق برنامج نظامي مشترك لتحقيق المخرجات الحوار، للدفاع عن مخرجات الحوار. يعني لابد من امتلاك خطة، تحالف ميداني للقوى السياسية يمتلك خطة للانتصار على قوى احتكار السلطة التي اعادت ترتيب صفوفها وانقضت على مشروع الدولة من جديد. اليوم نحتاج الى اعادة ترتيب صفوف المقاومة واعادة بناء الدولة من جديد وفق رؤية محددة ومزمنة لتطبيق مخرجات الحوار الوطني. نعم أستاذ مجيب، يعني شباب ثورة 11 فبراير كيف يمكن أن يستلهموا القيم والتجربة التي يعني ناضل في سبيلها جار الله عمر وأيضا إحيائها من جديد؟ الشباب لا شك أنهم كانوا يعني لهم قدم خطوة إيجابية في مسألة التغيير، والشباب يدركوا الآن تباينتهم واختلافاتهم استثمرت من أطراف أخرى في الانقباض على مشروع التغيير. وهم الآن يعتقد أنهم اليوم أكثر وعيا بأن ضرورة الالتفاف حول كتلة وطنية واحدة لنجاح مشروع التغيير. نعم. إذا أستاذ مجيب، يعني ثورة 11 فبراير التي كانت ربما يعني خلاصة للنواة التي وضعها الأستاذ جار الله عمر، وأتى بعدها الحوار الوطني ومخرجاته التي يفترض أن تعاد أو أن تعيد الجدوى لذلك المشروع، ولكن يعني حضرتك ذكرت بأن ربما كان أحد الخلافات التي جعلت هذا المشروع أن يتعثر هي الخلافات حول بعض النقاط التي خرج بها الحوار الوطني وهي شكل الدولة. كيف يمكن أن يرأب هذا الصدع وأن تعود الكتلة الوطنية كما كانت في السابق يدا واحدة لأجل الوطن؟ في تجارب كثيرة تكون أحيانا الصراعات المريرة والحروب الداخلية والصراع المرير هو الذي يولد القناعة الراسخة وعميقة بالحاجة إلى كتلة مشتركة ومشروع وطني مشترك. اليوم يعني بعد هذه التجارب المريرة يعني تولدت قناعة أعتقد من جميع الأطراف أن مخرجات الحوار هي المخرج الوحيد الذي يمكن أن يلتف حول معظم الأطراف كحد أدنى، ولو لم يمثل يعني حتى لو إذا كانت بعض القوات أعتقد أنه هذا لا يلبي جميع طموحاتها، ولكنه يلبي على الأقل الصيغة التوافقية الوحيدة التي يمكن أن تلتقي حولها معظم أطراف الخلاف في اليمن. نعم، هل يمكن أن نعتبر أن اليمنيون ما زالوا يعيشون تحولات وطن أو لا وطن كما جاء في كتابات الشهيد؟
نحن في مرحله تحول، ولكننا الان على يعني قادمون ان شاء الله على مشروع الدوله الديمقراطيه التعدديه الاتحاديه الجديده، وهذه الدوله هي التي ستكسر يعني هذه القاعده، ستكسر منظومه احتكار السلطه وتصنع مناخ سياسي سليم للتنافس الشريف في ظل مواطنه متساويه وفرص متكافئه امام جميع الاطراف. وبهذه الطريقه سنصل الى الوطن، وطن الذي يقوم على مشروع دوله ديمقراطيه تعدديه اتحاديه لا مكان فيها لاحتكار السلطه والثروه. يعني هل ما زال الامل قائما بالنسبه لليمنيين ان يعيدوا تطوير الكتله هذه الوطنيه وايضا توسيعها مع الاخذ بعين الاعتبار كل المراجعات النقديه؟ نعم، الامل يعني يتولد دائما حتى من رحم الحروب الداخليه، بل ان الحروب الداخليه العميقه يعني بقدر ما هي نقمه تتحول الى نعمه اذا استوعبتها النخبه السياسيه، ولأنها تولد الحاجة إلى مشروع، يعني إما أن نعي أما أن نكون أو لا نكون، يعني في ظل الحروب الداخلية يصل الجميع إلى نتيجة، وأعتقد اليوم كل يمني كل مواطن يمني وصل إلى هذه النتيجة، إما أن نكون أو لا نكون، إما أن نكون في ظل دولة ديمقراطية اتحادية تعددية، أو أن نعيش في كما هو الواقع، لا نرهن نسير نحو الحرب نحو الاحتلال الداخلي طويل الأمد استنزافي يعني يأتي على الأخضر واليابس. نعم أستاذ مجيب، يعني واليمن تمر بكل هذه الظروف، كثير من اليمنيين يشعرون بحالة يأس ب يعني عدم عودة اليمن السابقة كما كانت إلا بعد أمد طويل، ولكن في مثل هذه الأيام التي نستذكر فيها روح هؤلاء الأشخاص الذين كانوا يعني ربما ملهمين لأفكار وطنية حقيقية، ما الذي يجب على اليمنيين أن يستلهموا في هذا التوقيت الحساس بالذات؟ أعتقد أن اليمنيين قادرون على لملمة جراحهم دائما، وأن يجب اليوم أن تضغط جميع الأطراف للوصول إلى صيغة سياسية، لا يمكن لا مخرج من الصراع القائم حاليا إلا بصيغة سياسية تحقق الحد الأدنى من متطلبات الشباب ومتطلبات قوى التغيير. نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ مجيب الحميدي، وكنا قد نوهنا بأن الدكتور ياسين سعيد نعمان سفير اليمن لدى المملكة المتحدة سيكون معنا، ولكن للأسف الشديد تعذر الاتصال به. الشكر أيضا للضيوف الذين كانوا عبر الهاتف، الأستاذ علي الصراري عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي، والأستاذ عبد العزيز المطري الناشط السياسي. الشكر لك مرة أخرى أستاذ مجيب الحميدي الكاتب والباحث، كنت معنا عبر سكايب من الرباط، ولكم كذلك أعزائنا المشاهدين لحسن متابعتكم، لنا ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.